مرحبا أصدقائي، معاكم رويا من قناة عالم رويا لتعلم اللغة الكردية. زماني كردي، اللغة الكردية. تيبين كردي، الأحرف الكردية. يوجد لدينا 31 حرف للغة الكردية. سه ويك تيبين كردي هنا. 8 منها أحرف صوتية، هشت جي تيبين دانك ديرن، و23 أحرف ساكنة، وبست وسي جي تيبين دانك دارن. وهلا خلينا نشوف الأحرف، نتعلم كيف نلفظهن. آ با جا تا دا أ إي فا جا ها إ إي جا كا لا ما نا أو با قا را سا شا تا أ أو فا وا خا يا زا. خلينا نعيد اللفظ مرة تانية. آ با جا تا دا أ إي فا جا ها أ إي جا كا لا ما نا أو با قا را سا شا تا أ أو فا وا خا يا زا. وهلا بعد ما تعلمنا كيف نلفظ الأحرف، خلينا ناخد على كل حرف أمثلة. تيبا آ ميناك يعني مثال. آ آف، آف يعني ماء. مثال التاني خلينا ناخد آل يعني علم، علم أي دولة يعني بيقولوا له آل. مثال التالت آخ يعني تراب. خلينا نعيد اللفظ. ميناك تيبو آ آف آل آخ. با تيبو با ميناك باران يعني مطر. مثال الثاني برف يعني ثلج. مثال الثالث باهوس يعني عاصفة. با لحالة تجي معنا هواء، با وهوز مع بعض بتصير عاصفة. وهلا خلنا نعيد اللفظ. حرف الباء، باء ميناك باران برف باهوز. تيبا جا، جا ميناك جفاك يعني مجتمع. مثال الثاني جل يعني لبس. مثال الثالث بينج يعني رقم 5. خلينا نعيد الأمثلة مع حرف الجا. جا جفاك جل بينج. تيبا تشا
ميناك، جاف يعني عين، تشار يعني أربعة، رقم أربعة. مثال الثالث، تشار شام يعني يوم الأربعاء، بيقولوا له تشار شام بالكردي. خلينا نعيد اللفظ الأمثلة مع حرف التشا. تشا مينوك جاف تشار تشار شام. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عندكم أي تعليقات فيكن تكتبوا تحت بقسم التعليقات، وإن شاء الله أنا رح أرد على كل تعليقاتكم. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.